بالتعليمات المتتالية للاعب فريق سانتو أندري. ركنية أولى لفريق كورنتيانس والدائرة الكبيرة رونالدو اللاعب الذي تألق فقط مع فرق عريقة في أوروبا. تسديدة والثاني، يا سلام، مش ممكن مش ممكن مش ممكن، والله لم أشاهد الصاروخية التي كانت قادمة من روبرتو كارلوس. تسديدة تعيدنا إلى التاريخ، تعيدنا إلى الزمن الجميل، إنك في حضرة البرازيل. أوه يا روبرتو، ما هذا؟ ما هذا يا روبرتو، ما هذا؟ ماذا فعلت عندما سجلت مع منتخب البرازيل عام 94 وعام 98 في مرمى الأرجنتين؟ يا سلام على روبرتو كارلوس.